الوحدات الأمنية من إخلاء عمارة سكنية في صفاقس من مئات المهاجرين غير النظاميين الأفارقة من جنوب الصحراء الذين يستغلونها منذ 3 سنوات بعد تردي الوضع الصحي والبيئي في العمارة ومطالبة الأهالي بإيجاد حل لهذه الوضعية. ليلى الجواتي. أخلت وحدات أمنية مشتركة في صفاقس صباح اليوم عمارة كائنة بمنطقة حي النور بصفاقس الجنوبية تأوي حوالي 500 مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2. وأوضح وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 والناطق الرسمي بها هشام الكسيبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن عملية إخلاء العمارة جاءت على خلفية تذمرات وردت من سكان منطقة حي النور ومن مالكية الشقق نتيجة تردي شروط حفظ الصحة بالعمارة وفق ما عينته المصالح المعنية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، بالإضافة إلى تعمد المهاجرين الأفارقة الموجودين داخلها الاتجار بالبشر. كريهة للطلبة، خسر عليها مخسر، بيت البون وما زلت كيعملها جديدة، وتخسر عليها دهينة وكل. جاب الطلبة يسكنوا فيها، معناتها بين عشية وضحاها يلقى العمارة تعبيت بالأفارقة. الطلبة قالوا احنا جينا نقراو على روحنا ما ساعدناش نسكنوا معاهم، خرجوا. جينا سكرنا الدار وحابينش نكريوها. بعد مدة جينا نلقاو الدار ثم شكون كلمنا اخت راجلي تسكن هنا كلمتنا قالت لنا راهي الدار مسكونة الأفارقة ساكنينها. ساكنين حتى فوق السطح الفوق في الديار فما اللي يقولوا خالعين الديار معناها وساكنين فما ناس تشكيت خليت ديارها ما كانش ساكنة فيها كي جات تتفقد فيها ثم خالعينها وساكنين اللي في السطح واللي شفناهم خرجوا اليوم أعداد كبيرة برشا اللي خرجوا اليوم. سكننا فيها 3 شهور ولا 3 شهور ونص. كي كسرت الفارقة والعمارة توسخت ياسر وما قادش نجمو نسكنو وما قادش نجمو نرقدو فهمني ولينا خرجنا كرينا. وتولت النيابة العمومية تمكين قوات الأمن من الأذون القانونية للتدخل وإخلاء العمارة مع السعي لتحرير الأفارقة المحتجزين الذين تمكنت الوحدات الأمنية من تحريرهم وإلقاء القبض على المتهمين وإخلاء العمارة من الأفارقة الذين يستغلونها منذ 3 سنوات. قيادة العمل للحرس الوطني أمس الأحد حملة أمنية كبرى ومتواصلة بجميع طرقات ولاية المنستير كانت مدعمة بوحدات أمنية من تونس العاصمة ومن أقاليم الحرس الوطني المجاورة. هدى ورد الورهاني والتفاصيل. على طول الطريق الرابط بين بنان وقصر هلال وفي محيط ولاية المنستير انتظمت حملة أمنية مشتركة واستثنائية لمكافحة أعمال الشغب وتتبع عدد من المنحرفين. وتواصل قوات الحرس الوطني القيام بالحملة الأمنية بجميع طرقات ولاية المنستير مدعومة بوحدات من العاصمة والأقاليم المجاورة، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها طريق الحزامية بنان قصر هلال من رشق للسيارات بالحجارة. في ليلتها تم التعرف على الجنات اللي هما 4 أشخاص، وتمت مجموعة من المداهمات بعد استشارة النيابة العمومية لمحلات سكناهم دون العثور عليهم. نهار لحد الصباح تم بالتنسيق مع القيادة المركزية تم برمجة حملة أمنية استثنائية مرجع نظر المكنين وقصر هلال، مشاركين فيها جميع الوحدات نتاع الإقليم مع تعزيزات أمنية هامة. الحملة الأمنية الموسعة والمتواصلة تأتي على خلفية الأحداث التي سجلت مساء السبت المتمثلة في قيام عناصر إجرامية برشق عدد من سيارات المواطنين بالحجارة كرد فعل على نجاح القوات الأمنية في إلقاء القبض على شخص صادر في شأنه 30 منشورة تفتيش ما أدى إلى ترويع المتساكنين والمارة. كل يوم نتعدى من هنا ومشاكل برشا صايرة من هنا، برشا حجر، برشا ريسك، ولا واحد يمشي واحد الخدمة في الليل واحد ولا معاش يحب يخدم من مال البركاجات وما الحجر وما ندرو. ماذا بينا نشوفوا الامن ديما موجود نفسانيا نرتاح نولي مطمان كرهبتي على صغيراتي على مرتي انت نرتاح اني نفرح كرا المنظر هذا نفرح اقسم بالله نفرح يعطيهم الصحة موفقين ربي يعينهم. الحملة الأمنية أدت إلى القبض على عدد من المضمون فيهم وحجز عدد من المعدات والسيارات. النتائج متاع الحملة إلى حد الآن عندنا 150 مفتش عليه، عندنا 30 وسيلة نقل مفتش عليها تم حجزها، وبالنسبة للدراجات النارية حجزنا ما يقارب 70 دراجة نارية. بالنسبة للموضوع متاع رشق الحجارة وسائل النقل بالحجارة تم إلقاء القبض على 2 أشخاص ضالعين في الموضوع هذايا، ما زالونا 4 أطراف محل تفتيش.
المساعي حثيثة لإلقاء القبض عليهم. وتستهدف هذه الحملة الأمنية ضمن سلامة المواطنين على كافة طرقات الولاية ومكافحة جميع المظاهر المخلة بالأمن العام على طرقاتها.